السؤال التاسع: لماذا اخترتم منهج الجرح والتعديل طريقة، مع أنه في نظر كثير من الدعاة والمصلحين يعدونه سببا في تفكك الأمة وسبيلا إلى بغض من ينحو هذا المنحى، محتجين بأن زمن الجرح والتعديل قد انتهى مع زمن الرواية؟ نعم، إذا تركنا الجرح والتعديل صارت كلمة الشيخ الإمام القدوة الشيخ بن باز وكلمة علي الطنطاوي سواء، وهما لا سواء. نعم، فماذا بارك الله فيكم، فنحن محتاجون إلى يبين حال حسن الترابي ويوسف القرضاوي وعبد المجيد الزنداني، وماذا بارك الله فيكم، وهكذا أيضا رؤوس الإخوان المسلمين لا بد أن تبين أحوالهم، وعلماء الحكومات أيضا لا بد أن تبين أحوالهم، الذين يجادلون عن الحكومات بالباطل، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا آثما. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وأخاف على أمتي الأئمة المضلين، من صحابيه ومن أخرجه يا زكريا؟ عندك ومن أخرجه؟ أبو داود، صحيح. نعم، صحابي ثوبان وأخرجه أبو داود. ماذا يا أخواننا بارك الله فيكم، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بئس أخو العشيرة، ويقول كما في البخاري: ما أظن فلانا وفلانا يعرف من ديننا شيئا. ويقول: لأن يا معاذ أفتان أنت يا معاذ؟ ويقول لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. ويقول لشايه: إن كنا صواحبات يوسف. نعم، وإذن يحمد الله، فقد ذكرنا جملة طيبة في المخرج من الفتنة، وفي أيضا الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، وأن هذا من حيث الأدلة، وقد أجمع من يعتد به. وإنني أحمد الله، فقد طحن الجرح والتعديل عبد الرحيم الطحان، طحنه يا إخوان، وقرب لسان نعم يوسف بن عبد الله القرضاوي. كم من شخص، كان شخص مصري يخبرنا أنه كان يعني في موعظة، وقد حضر جمع كثير من المسؤولين، وماذا وبعد ذلكم الشخص يفسر والعصر إن الإنسان الذي خسر، ويقول وزير الداخلية في خسارة إلا إذا كان من المؤمنين، وبعدها قال ما أشعر بالوزراء والمسؤولون إلا وهم كل واحد يتغطى بالآخر من أجل لا يراه، ويقول إنه في خسارة إلا إذا كان مؤمنا. وإنني أحمد الله
فماذا يا إخوان؟ نعم المبتدع ترجف أفئدتهم من شرير من شرير، ربما أيضا أفئدتهم في بريطانيا أو في أمريكا أو في غيرها، والله المستعان. نعم. الذي يقول إنه انتهى مع زمن الرواية، الذي يقول إنه انتهى يا إخوان، هم يعلمون أنهم مجروحون، من أجل هذا ما يريدون أن يتكلم أحد في الجرح والتعديل. التقيت بأناس منهم عند مكتب التوجيه والإرشاد بعد خروج المخرج من الفتنة، ويقولون غيبة، المخرج من الفتنة غيبة، هو مدخل الفتنة. وبعدها يا ماذا؟ قلوا لهم خلونا سنصطلح، سنصطلح، قلوا لهم يسكتون وسنصطلح، ما يقلقون ولا شيء. قالوا ايه قد لطمتنا وبعدها نصطلح، قد لطمتنا. هو صحيح ما قلت نصطلح الا انه الا انهم قد لطموا، ونخليها تبرد اللطمة اياما ثم ناتي لهم بلطمة اخرى، ولا ما هو مني من صحيح. الحرب خدعة. فماذا يا إخوان؟ بارك الله فيكم. فهم يخافون من الجرح والتعديل لأنهم يعرفون أنهم مجروحون، وكذلك أيضا التآليف يخافون منها. شيخ من مشايخ القبائل ممن يتعاطف مع الإخوان المسلمين قال لي أحرقتهم يا أبا عبد الرحمن. ماذا؟ قلت نصطلح وما مضى مضى. قال لا بأس، نصطلح وما مضى مضى. ماذا؟ ولا تكتب، نحن قد سمحنا لك تتكلم. تكلم تكلم يا شريط لا بأس، لكن الكتابة هذه تقلقهم. فلما رأيتهم يقلقون عزمت على جمع الأشرطة في كتب وإخراجها، والله إخراجها، والله المستعان.